السيدات والسادة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار اليوم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حواره مع صحيفة ديفيلت الألمانية، أكد أن مصر منذ سبتمبر عام 2016 استطاعت منع المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام أوروبا من مصر، وكان من المهم بالنسبة لنا ألا يتأثر أمن أوروبا نتيجة لذلك، مشددا على أننا لا يمكننا وقف هذه الهجرة غير الشرعية عبر مصر إلا بتهيئة المناخ المناسب للأمن والاستقرار، ولا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا، نحن لا نفكر حتى في استخدامه للابتزاز السياسي أو الاقتصادي. أضاف الرئيس في نفس الوقت، لدينا 6 ملايين لاجئ في مصر، من بينهم 500 ألف لاجئ من سوريا، بالإضافة إلى عدد كبير من العراق واليمن والسودان وليبيا وإثيوبيا ودول إفريقية أخرى، ويرى الكثير منهم مصر دولة عبور فقط، لكننا لن نسمح لهم بالمضي قدما. وتابع الرئيس أن اللاجئين في مصر يعتبرون ضيوفا ويتلقون نفس المعاملة التي يحصل عليها المصريون، نحن نقدم لهم ما في وسعنا حتى لقاحات الكورونا، ونحن ليس لدينا أي مخيمات للاجئين في مصر حيث يعيش اللاجئون هذا داخل المجتمع المصري. حول تصريحات السيد الرئيس عن قضية الهجرة يدور حوارنا اليوم مع الدكتورة غادة حلمي، خبيرة قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالهيئة العامة للاستعلامات. برحب بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. أستأذن حضرتك نخرج إلى هذا التقرير ثم نبدأ الحوار مباشرة. مبادرة رئاسية وسيطرة أمنية وتشريعات صارمة وفرص عمل حقيقية بالمشروعات القومية التي يجري العمل بها، محاور أساسية تعبر عن استراتيجية شاملة عملت من خلالها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واستطاعت من خلالها الدولة إحكام قبضتها على منافذ تلك الظاهرة والقضاء عليها بشكل نهائي عام 2016، بعد أن أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الملف اهتماما خاصا، وكلف سيادته بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الإطار وفي مقابلة صحفية ألمانية، دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول الأوروبية لتنظيم قانوني للهجرة والمساهمة في خلق فرص عمل للشباب، ومؤكدا أن مصر تستضيف ما يقرب من 6 ملايين مهاجر، كما أكد أن الحكومة المصرية منعت التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني منذ 5 أعوام، وطالب سيادته بضرورة وضع نهج جديد تشارك من خلاله أوروبا في تنظيم الهجرة القانونية وخلق المزيد من فرص العمل أمام المهاجرين، كما أشار سيادته إلى إمكانية أن تقوم الدول الأوروبية بالمساعدة في خلق آفاق اقتصادية في مصر وبناء صناعات تستوعب أكثر من 1 مليون شاب يدخلون إلى سوق العمل كل عام. وحفاظا على ما حققته مصر من نجاحات في وقف الهجرة غير الشرعية، أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية من أجل الاستمرار في القضاء على الظاهرة، منها ما هو للتوعية وأخرى لتوفير فرص عمل بديلة. كان على رأس تلك المبادرات مراكب النجاة، والتي أعلن عنها السيد الرئيس في مؤتمر شباب العالم في عام 2019. المبادرة الرئاسية تبعتها استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة الهجرة تنفيذا للتكليفات الرئاسية، فأطلقت الوزارة العديد من المبادرات تتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مع توفير البدائل الإيجابية للشباب من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال. تمكنت الحكومة من سد الفجوة بين مهارات الشباب ومتطلبات السوق، وذلك من خلال تضافر جهود كل الأجهزة الحكومية مع وزارة الهجرة إلى جانب منظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف تعزيز تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
مرة أخرى أرحب بالضيفة الكريمة والعزيزة الدكتورة غدا حلمي، خبيرة قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالهيئة العامة للاستعلامات. دكتورة غدا، يعني في صورة نمطية للهجرة غير الشرعية بنشوفها في نشرات الأخبار، وهي القوارب اللي بيركبها عدد كبير من البشر أو الشباب، بتغرق غالبا في البحر وبيروحوا ضحايا، أو يتم إنقاذهم عن طريق دولة أخرى يتصادف وجود بحريتها في هذه المنطقة. هل هذه هي الهجرة غير الشرعية فقط، ولا الموضوع أكبر من كده؟ يمكن الهجرة غير الشرعية فعلا اللي بيتبادر إلى الأذهان دايما أن هو بيتم التعامل مع قضية الهجرة أو الهجرة غير الشرعية من خلال البحر فقط. لا، هناك عدة وسائل أخرى. هو البر قد يكون هناك هجرة غير شرعية ودخول إلى دولة أخرى بشكل غير قانوني عن طريق البر. ولدينا أيضا عن طريق الجو. يمكن اللي بيوضح لنا دوت أكتر في اتفاقية خاصة بالجو. دي صعبة شوية دكتورة، لأن في جوازات هي بقى هنا سلطات الدول من الممكن أن هنا المعضلة. هنا المعضلة هو تزوير الأوراق الثبوتية أو تزوير الفيزا أو تزوير الباسبور نفسه، التأشيرة نفسها للدخول إلى دولة أخرى بيتم تزويرها. وهنا ده اللي بيلجأ لي البعض، بل الكثير في بعض الدول. وكان عندنا برضو في فترة من الفترات كان بيتم التزوير، ويمكن تم إلقاء القبض على الكثير ممن يعني أقبلوا على هذه الرحلة من خلال تزوير الأوراق الثبوتية، وخاصة التأشيرة وخاصة الفيزا وما إلى آخره، ليذهب إلى دولة أخرى بدون علمها بشكل غير قانوني. إذن فنحن أمام ثلاثة وسائل. هو الهجرة عن طريق البحر. ليس فقط البحر، هو البحر ده يمكن أول حاجة بتتبادر إلى الذهن فعلا، ولكن ده الأشهر فعلا والأكثر رواجا. غير بخلاف ذلك الهجرة غير الشرعية عن طريق البر، والهجرة غير الشرعية عن طريق الجو أيضا. إذن فنحن أمام قضية خطيرة جدا جدا، وهي الهجرة غير الشرعية. يعني أنا شفت طبعا التقرير قد إيه يمكن تناول الأمر بشكل جيد جدا، وإحنا الدولة المصرية ده تجربة رائدة في مكافحة هذه القضية كافة الوسائل، وليس فقط يعني الضبط عن خلال البحر، لا، ولكن أيضا عن طريق البر والجو. طيب، يعني هناك من يقول يعني اللي بيدفع الشباب من دول مختلفة للهجرة إلى أوروبا إن هناك من سبقوهم ووجدوا فرص عمل في أوروبا، خصوصا أن هناك يعني من يقول إن أوروبا بالفعل تكون في حاجة إلى أيدي عاملة رخيصة غير مكلفة. حقيقي يمكن هي دي الصورة الذهنية اللي وصلت لكتير قوي من شبابنا، ان هم عاوزين يسافروا بشكل غير شرعي او بشكل سريع عشان خاطر يلاقوا فرص عمل لائقة في دول اخرى. ودوت طبعا دوت ده غير صحيح تماما، ولكن بالعكس ده بيلاقوا اهانة. أولا هم خارجين بدون أوراق ثبوتية، هو في حالة ضعف، بيتم استغلاله من قبل العصابات الجريمة المنظمة اللي يمكن موجودة في دول كتير أوي، ليس فقط في العالم كله. في دولة الترانزيت هو طبعا بيلاقي كتير أوي من الصعوبات، يعني مش بيوصل للدولة اللي هو المستقبلة اللي أو اللي هو عايز يوصل لها بشكل غير شرعي وبدون علمها بشكل ميسر وسهل، ويلاقي فرصة عمل لائقة به. لا بالعكس تماما. ده يمكن دور بقى وسائل الإعلام اللي بتبين إيه هي التداعيات والمخاطر للهجرة غير الشرعية، وإيه اللي بيلاقيه المهاجر غير الشرعي، وكيف يتحول من هو خارج بإرادته وبكامل إرادته لدولة أخرى عشان يلاقي فرصة عمل في دماغه إن هي لائقة، وهي طبعا غير لائقة ولا تليق بيه وبإنسانيته على وجه التحديد. وهو عايز يروح يجيب فلوس بسرعة ويجي، هو فاكر ده. يمكن التداعيات كثيرة جدا جدا، التداعيات الصحية والنفسية. وعايز أقول لحضرتك إن في أمر خطير يمكن بيغفله الكثير، إن المهاجر غير الشرعي اللي هو سافر بإرادته بيتحول إلى ضحية من ضحايا التجارة بالبشر. زي ما وضحت لحضرتك في البداية إن عصابات الجريمة المنظمة بتستغل لحالة الضعف اللي بيكون فيها المهاجر غير الشرعي، هو موجود داخل حدود الدولة بدون علمها وبدون أوراق ثبوتية. إذن فهو في حالة ضعف وبيتم استغلاله بكافة أنواع الاستغلال. قد يتم التعامل معه بالعمل القسري، بيعمل بدون ما ياخد أجر مناسب أو أجر لائق، ما عندهوش سكن لائق، ما عندهوش، بيتم طبعا استغلاله في وسائل أخرى قد يدفعوه إلى القيام بعدين من الجرائم الكتير أو اللي بتجرمها أيضا الدولة اللي هو فيها. إذن فنحن أمام قضية في منتهى الخطورة. الاتحاد الأوروبي هو بيعاني كثيرا من هذه القضية اللي ليها جوانب
جوانب متعددة وجوانب كثيرة جدا، وهي أهمها إن إحنا بنتكلم عن الشباب. الشباب اللي هو الثمرة اللي يمكن بتكون ثمرة بلدهم، اللي بلدهم بتكون محتاجاهم، محتاجين بعض التروي، محتاجين إن إيجاد فرص عمل. هم دايما بيتحدثوا عن فرص عمل في الخارج، أصبح لدينا فرص عمل وفرص بديلة للشباب داخل الوطن، داخل الدولة المصرية. ويمكن الجهود المصرية في هذا الإطار كثيرة جدا، ومع حضرتك إن شاء الله يعني نفرد البعض منها، وإزاي قدرت الدولة المصرية تبرز تجربتها الرائدة في مكافحة هذه القضية. طيب بالنسبة للدولة المصرية، يعني استطاعت أنها تجد فرص عمل لجزء أو قطاع من الشباب المصري، لكن هناك دول أخرى، الدول الإفريقية تعاني من قلة الاستثمارات، تعاني من قلة فرص العمل، وبالتالي نجد أن الشباب الإفريقي هو يعني الذي يسعى للهجرة بأي وسيلة من وطن لا يوفر له فرصة للعيش الكريم والعمل. حقيقة. طب الحل ايه؟ ليه الدول الاوروبيه ما تستثمرش في هذه الدول الافريقيه المسكينه اللي هي بتاخد منها المواد الخام بارخص الاسعار وتديها اجهزه ومعدات باعلى الاسعار؟ حقيقي. يمكن انا مع حضرتك في هذا الامر، وخلينا نتحدث تحديدا عن دول شمال افريقيا. يمكن اكثر المهاجرين غير الشرعيين بيكون من دول شمال افريقيا، والشباب الافريقي فعلا بيعاني الكثير. ويمكن احنا كدوله مصريه، الدوله المصريه لدينا قانون رائد، ويمكن لدينا تجربه رائده بنحاول نصدرها ليهم. اما عن الافاق الاقتصاديه اللي احنا بنتحدث عنها وحضرتك بتتكلم عنها تحديدا الان، وهو فتح افاق التعاون، وايضا فتح فرص عمل وايجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب. لان في الاخر انت عند حضرتك مشكله كبيره، ان لديك قطاع كبير جدا من المجتمع، وخاصة الشباب محتاج فرص عمل. إذن فالتعاون هنا محتاجين، التعاون الإقليم والتعاون الدولي في إطار إيجاد فرص عمل لائقة لهذا الشباب، وخاصة الدول الأفريقية وما لديها من طاقات من شبابها. وخليني أطمن حضرتك في حاجة، إن الدولة المصرية أيضا بتقف جنب الدول الأفريقية وأفريقيا على وجه التحديد في تصدير الصورة المصرية أو تصدير التجربة المصرية، سواء كان القانون، لأن لدينا أول قانون رقم 82 لسنة 2016، وهو خاص بمكافحة تهريب المهاجرين، مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. فبنقدر نقول لهم إزاي نكافح هذه القضية، ولكن يبقى الأمر الهام وهو إيجاد فرص عمل. صحيح. وإيجاد طبعا أنك تفتحي باب الأمل أمام الشباب الإفريقي تحديدا. حقيقي طبعا، لأن هم أكثر نسبة يمكن بتعاني من هذه القضية، وأوروبا أيضا بتعاني من هذا الأمر. إذن فالحل الأوحد وهو اللي نتحدث عنه اليوم، هو إيجاد فرص عمل لائقة وفتح أفاق اقتصادية في أفريقيا، وخاصة أن دول الاتحاد الأوروبي هي بتعاني من هذا الأمر، فما عليها إلا أن تمد أيديها بالتعاون مع دول أفريقيا. يعني بس في حقيقة تاريخية دكتورة، أن في دول يعني ومنها دول كبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية نشأت أساسا على أساس المهاجرين. حقيقي. وكان هجرة غير شرعية في ذلك الزمن. أيضا أستراليا يعني نشأت عن طريق الهجرة. هل هذه الدول يعني ممكن يتم تكرار التجربة بتاعتها في العصر الحديث، أم أن الزمن تجاوز هذا الأمر تماما؟ خليني أقول لحضرتك فعلا أن كان في فترة من الفترات بيتم هذا الأمر، وكانت قوانين هذه الدول بتسمح بفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين. يعني خلينا نقول تحديدا أن من فترة الثمانينات الأمر ده توقف تماما. أصبح وجودهم بشكل غير قانوني، وأصبح لديها قانون الدولة لها سيادة، ما ينفعش أن هي تستقبل أي حد إلا بإذنها وبدون علمها. هي استكفت. هي احنا بنتحدث حصل فيه تخمة. طبعا فخلينا نتكلم عن واقع، ولكن احنا مش عايزين نقفل الباب قدام الشباب. بالعكس، احنا في فرص عمل لائقه، لكن الشباب المدرب المؤهل ان هو يقدر يدرب نفسه ويأهل نفسه، والدولة ايضا بتساعده في هذا الامر عشان يقدر يلاقي فرص عمل لائقة بعلم الدولة ويسافر بشكل شرعي، عشان خاطر يقدر يجيب الفلوس اللي هو عايزها والمكان اللي هو عايز يوصلها. ويخلي خلينا نتحدث ان هو مش لوحده. يمكن اغلب الشباب اللي بيسافروا بشكل غير شرعي بحسهم ان هم امنين شوية. يعني هو ما بيفكرش في اسرته، ما بيفكرش في مجتمعه الصغير وبلده. يعني محتاجين ان هو يفكر في حاجات كتير قوي، محتاجين ان احنا نتكلم عن ان هذه الفرصه قد تكون داخل بلدك، وفي حاله ان انت اصبحت مؤهل وفي فرصه عمل لائقه في الدول الاوروبيه او اي دوله انت شايف ان هي تكون مناسبه ليك، بالعكس الدوله بتساعدك جدا. واحنا هنا النهارده بنقول لحضرتك ايه المشكله، بس خليك مؤهل، خلي عندك اليه تقدر تتعامل فيها مع الدوله الاخرى، تعرف ثقافتها ايه، تعرف يكون عندك المؤهلات المؤهلات المطلوبه لهذه الوظيفه.
طيب حضرتك يعني أنت دارسة وباحثة في هذا المجال، يعني كان في تطور تاريخي للهجرة غير الشرعية، حضرتك إزاي رصدتيه من خلال دراساتك وأبحاثك؟ يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، خلينا نتكلم عن البداية، إن موضوع الهجرة موجود من زمان قوي. يعني خلينا نتكلم في مرحلة من المراحل، كان موضوع الجفاف والجراد والمجاعات وما إلى آخره، كانت الهجرات جماعية طبعا، والبحث عن الماء طبعا، كان الهجرات الهجرة جماعية. يعني ما كانش فرد فقط، ولكن كانت بتبقى جماعات. خلينا أقول لحضرتك إن موضوع الهجرة له تاريخ طويل جدا. إمتى تحدثنا عن وجود الهجرة غير الشرعية؟ عند وجود الدولة. الدولة أصبح لها سيادة، وأصبح لها قوانين، وأصبح إن هي استقبالها للمهاجرين له أطر وله أسس معينة حتى تقدر تستقبلهم، عشان تقدر تستقبلهم في الدولة. الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد، خلينا أقول لحضرتك إن هو بعد الحرب العالمية الأولى والثانية يمكن كان فاتح جدا موضوع الهجرة غير الشرعية، وكان بيستقبل كل الجنسيات وكل الفئات، ولكن يمكن زي ما هقول لحضرتك تاني، من فترة الثمانينات هو استكفى، هو كان محتاج أيدي عاملة في فترة من الفترات، محتاج النهضة عنده في الثورة الصناعية اللي احنا شفناها في الفترة اللي فاتت وهذه الفترة أيضا. فإحنا بنتكلم عن الهجرة لها تاريخ طويل، والهجرة غير الشرعية خليني نتحدث، هي ظهرت في أثناء وجود الدولة، دولة اللي هي اللي أصبح لها سيادة عشان ولها شروط أيضا معينة في استقبال المهاجر. طيب الرئيس كان دعا أوروبا إلى تنظيم قانوني للهجرة، كيف يمكن أن يتم ذلك؟ والله التنظيم القانوني للهجرة هو احنا محتاجينه جدا جدا، خاصة من الاتحاد الأوروبي، لأن في البداية وهنفضل نتكلم كتير، أو الاتحاد الأوروبي هو من أكثر الكيانات اللي موجودة اللي حقيقي بتضر كتير أو من الهجرة غير الشرعية، هو دول مستقبلة. دول الاتحاد الأوروبي هي دول مستقبل الهجرة غير الشرعية، فليهم دور مهم جدا في تنظيم عملية للهجرة، تنظيم قانوني للهجرة، وإيجاد فرص بديلة للشباب، لأن في الآخر قطاع الشباب مهم جدا إحنا نلاقي له فرص عمل لائقة، يخلق فرص العمل من خلال التنمية والمشروعات الكبيرة والمشروعات الاقتصادية والتنموية في دول أفريقيا. وخلينا نتحدث أيضا عن مصر، مصر بتستقبل 6 مليون لاجئ، 6 مليون لاجئ مش عدد قليل، هي بتتعامل معهم زي تعامل المصريين بالظبط، هم تقريبا استوطنوا، يعني ما بقوش يعني لاجئين يعني حقيقي، يعني خلينا أقول لحضرتك شبه استوطنوا، يعني هم بياخدوا واستقروا بقى لهم تجارة وحاجات، ده حقيقي يعني سوق العمل هو حقيقي استوعب عدد كبير جدا من إخواتنا اللاجئين أو المهاجرين، يمكن في البعض بيتضايق من كلمة اللاجئين، ولكن هم موجودين داخل الأراضي المصرية وبيتلقوا تعليمهم، يعني عايز أقول لحضرتك لهم ملفات في وزارة التربية والتعليم، بيتلقوا الصحة يعني الخدمات الصحية، المبادرات الرئاسية اللي هي 100 مليون صحة وفيروس سي والتقزم وسمنة الأطفال المدارس، هم تلقوا كافة المبادرات واستفادوا كتير أو من المبادرات اللي الدولة أطلقتها في الأونة الأخيرة. وعايز أقول لحضرتك إن هم فعلا مش بيحسوا إن هم بلدهم، ولكن لا تزال لدينا مشكلة، نحتاج إيجاد فرص عمل للشباب، إحنا عندنا شباب، إحنا عندنا أزمة في فرص العمل للشباب. يعني عايز أقول لحضرتك إن طبعا يعني هم لهم عذرهم في وجودهم في مصر، ولكن هذا يخصم من حق المواطن المصري في الخدمات وفي التعليم وفي حاجات كتيره جدا، يعني قرن طبعا الدوله المصريه وبقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو استقبالهم طبعا حاجه هائله جدا، ولكن هو في اطار هذه المطالبه بالتنسيق والتنظيم القانوني للهجره، محتاجين يكون فتح افاق جديده للتنميه داخل الدوله المصريه وداخل الدول الافريقيه، محتاجين دول الاتحاد الاوروبي تشارك في المشروعات التنمويه اللي الدوله بتقوم بيها، عشان نقدر نلاقي ونستعد، لأن دايما نتكلم عن الهجرة غير الشرعية أول سبب ليها هو الفقر وإيجاد فرص عمل، مش لاقي فرصة عمل، بطالة. فإحنا بنتكلم عن أسباب رئيسية وأسباب جذرية للهجرة غير الشرعية، محتاجين نعالجها من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة. طيب وزارة الهجرة قامت بعدة مبادرات لمنع الهجرة غير الشرعية، يعني حضرتك كيف ترصدي هذه المبادرات؟ والله في مبادرة رئاسية أطلقتها، يمكن هي مبادرة رئاسية تم إطلاقها في منتدى شباب العالم 2019، المبادرة اسمها مراكب النجاح. فكرة المبادرة هائلة جدا، يمكن كان في، خليني أرجع شوية مع حضرتك وراء، إن كان في دراسة قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حدد لنا إيه هي المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية. يمكن مراكب النجاة هي اشتغلت
أو هتشتغل على المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية اللي يمكن أفرزتها لنا الدراسات السابقة. الدراسات السابقة أفرزت لنا بعض المحافظات على وجه التحديد اللي كان بيسافر منها من خلالها الشباب بشكل غير شرعي. الآن وزارة الهجرة من خلال هذه المبادرة الهائلة جدا بتشتغل على التنمية، بتشتغل على تأهيل الشباب، بتشتغل على خلق كوادر جديدة من الشباب المصري. طبعا هي بدأت في 4 محافظات اشتغلت عليهم، يعني ابتدت في الفيوم وبعض المحافظات الأخرى والمنيا وإلى آخر المحافظات اللي هي المصدرة للهجرة غير الشرعية. فطبعا عايز أقول لحضرتك إن وزارة الهجرة بتعمل في إطار برضو، يعني خلينا نتحدث في إطار منظومة محددة جدا، يعني هي بتتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة من خلال طرق الأبواب، لأن إحنا عندنا المرأة ليها دور مهم قوي. طرق الأبواب المرأة هي المقصود بها هي الأم والجدة اللي يمكن في بعض الحالات بتدفع الشاب أو الابن أو الحفيد في وقت من الأوقات سافر. سافر ما ابن خالك، سافر ما ابن عمك، سافر ما بيلاقوا إن في تجارب ربما حققت شيء من النجاح حقيقي، فبالتالي بتقول له سافر. طب هنا يعني في نقطة مهمة جدا، يعني مع إن إحنا مقررين إن الهجرة غير الشرعية دي حاجة مش كويسة ونتائجها وخيمة جدا، لكن ازاي توصلي لقناعات الشباب؟ لان انا هكلمك بمنتهى الصراحة، عارفة هتقولي له انت هتركب المركب وهتغرق في البحر وهتموت، لا طولت بلح الشام ولا عنب اليمن، عارفة هيرد عليك هيقول لك ايه؟ يقول لك ما انا كده ميت وكده ميت، اروح اموت احسن. تعملي ايه معاه بقى؟ ايوه ما هو ده بقى، دي التوعية اللي يمكن الاتصال المباشر والتوعية والندوات والقروض الميسرة. بنتكلم طبعا معاه بشكل مباشر في الندوات، ان بنقول لهم ايه هي المخاطر اللي انت بتلاقيها. هيقول كده يعني بصراحة اول مرة بيقول الكلام ده، لكن لما بيشوف ان في، خلي بالك الشباب بيبقى عنده يأس بشع، بس احنا دلوقتي بنبرز نماذج النجاح لشباب قدروا يحققوا نجاحات داخل بلدهم. لما بنلاقي شباب المحبط اللي عاوز يسافر مرة والتانية فشل اول مرة يقول لك يعني انا رجعت، يعني برضو عايز اقول لحضرتك حاجة، لا تركزي نظرتك على اصحاب الياقات البيضاء، صح، اللي هو يقعد ينظر ويتكلم وانا عملت وانا بذلت المجهود وانا تطوقت انا مع حضرتك طبعا، وانما اوتيته على علم عندي، صح. يعني خلينا مع بنتكلم على طبقة معدمة، وهو بيقول لك تحديدا انا كده ميت وكده ميت، فمش فارقه بقى، تمام، اروح اموت احسن، يبقى احنا نعمل له على الاقل ارتاح. يبقى احنا نعمل له ايه بقى؟ احنا مش بنوعيه بس بالمخاطر، احنا بنقول له لا تعالى احنا هنشغلك، تعالى خد لك كارت ميسر من الجهاز المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر واعمل لك مشروع هنا واحنا معاك واحنا ايدنا بايدك. مهم قوي دوت، ده اللي بتعمل جيل المبادرات شغال عليه، مهم قوي ان احنا نأهله، مهم قوي ان هو يكون عنده امل ويكون عنده انتماء لبلده، مهم قوي. مش كلام بس، لا ده نابع من الداخل، الاسره نفسها ليها دور مهم جدا لده، ان هو انت لا ما ترميش بنفسك، ده انت كده انت لو رحت فيها والدتك ووالدك انت في اسره معاك. مهم قوي نتكلم على الحته دي عند الشباب ونزرع عندهم الانتماء. في بعض الشباب عانى وبيعاني ويمكن يعني عايز اقول لحضرتك ان هو فرص العمل قد تكون مش متاحه ليه في المكان اللي هو، لكن اطمن حضرتك ان هذه المبادرات وهذه القوافل بتروح للشباب داخل المحافظات في الاماكن اللي كانوا بيسافروا فيها بشكل غير شرعي. الموضوع هياخد وقت شويه، ولكن عايزه برضه اقول لحضرتك حاجه، ان احنا يمكن المبادرات والمشروعات اللي الدوله قامت بيها والقانون ايضا، القانون مهم قوي، قانون رادع لاصل مصر اللي كانوا طرف رئيسي جدا في هذه العمليه بخروج كثير من شبابنا وفقد كثير من شبابنا، ده رادع بشكل كبير، يكون في قانون انت في الاخر هتتحبس. فالموضوع ان احنا ما عندناش حاله هجره غير شرعيه من 2016 ده يطمئن شويه، ولكن حاله الياس اللي بتكون عند بعض الشباب انا مع حضرتك فيها، قد يكون عند في فعلا ممكن يكون قطاع من الشباب عنده حاله ياس، بنقول له لا احنا في بعض الحاجات الايجابيه وبنشتغل عليها نأهلك. طب انت عايز تشتغل بره، تسافر بره، خلاص احنا في تأهيل، في برامج تأهيليه عشان تؤهل بالمؤهل بتاعك. انت دلوقتي معاك اغلب اللي بيسافروا كانوا مؤهلات متوسطه، التعليم الصناعي والفني هو مظلوم معانا،
الشباب دول مظلومين. لا انت ممكن من خلال تقدر تعمل مشروع كويس قوي. مش بنتكلم بشكل لا احنا بنتكلم بشكل واقعي على ارض الواقع. شباب صغير وتعليم برضو متوسط. تعليم المتوسط انا عايز اقول لحضرتك ان في دول كبيره قوي قوي قامت على التعليم الفني وعلى العماله الفنيه والعماله المهنيه، مهمين جدا. هل البرامج اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي، هل دي فعلا بتبقى تاهيل فعلي للشباب وتدريبه انه يعمل مشروع وينجح فيه؟ لان هقول لك حاجه، عشان تعملي مشروع تاخدي قرض، طب تعثرت ومش قادره اسدد، يقول لك بس هتروح السجن. فاقول لك طب انا ناقص مشاكل وبلاوي. لا فيعني المفروض ان انت بتدي له الفرصه والتاهيل وضمانات ان انت ممكن احتمال كبير قوي تنجح. طبعا طبعا. يعني ده احنا عايزين بقى نتكلم عن الحته الايجابيه. اتفضل. والحاجات اللي فيها سلبيات شويه بنحاول نتفاداها. يمكن المتعاملين بشكل مباشر مع الشباب وتدريب كوادر من الشباب، وزي ما قلت حضرتك في البدايه احنا محتاجين روح الانتماء. الشباب يكون عنده انتماء لبلده. لو هو حس بدوت صدقني هيشتغل كويس قوي قوي، هيشتغل على نفسه قبل اي حاجه. مهم جدا، يعني مهم قوي نقول للشباب انت عشان خاطر تتصل للنقطة اللي انت عاوزها بدل ما تعملها برا او تسافر برا بس بشكل شرعي، استنى اعمل حاجة هنا واهل نفسك كويس قوي وقدم. قدم عندك الاطر الشرعية وعندك القنوات الشرعية اللي تقدر تقدم فيها. اذا فنحن امام قضية لها جوانب كثيرة جدا. يعني انا مع حضرتك طبعا في هذا الامر، في امر هام ان بعض الشباب لديهم الاحباط، ولكن هناك مشروعات تنموية في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية استوعبت عدد كبير جدا من الشباب اللي يمكن كان بيعاني من هذه القضية، واهليهم يمكن اللي كانوا بيدفعوا بيهم دلوقتي هم اللي بيلاقي لهم فرص، بيجروا عشان خاطر يلاقوا فرص العمل في هذه المشروعات اللي موجودة على أرض الواقع. طيب دكتورة، يعني بالنسبة لربما هذا الواقع الذي حاولنا تغييره في مصر، اديني نماذج لمحاولات نجحت بالفعل مع هؤلاء الشباب. لا في محاولات كتير قوي نجحت معاهم، يمكن من خلال هذه المبادرات. يعني عايزه اقول لحضرتك المبادره اللي حضرتك تحدثت عنها منذ قليل هي مبادره مراكب النجاه. مبادره مراكب النجاه بتقوم بتاهيل الشباب وتوعيتهم بايه هي المشروعات اللي يقدروا يعملوها داخل المكان اللي هم فيه. ده مهم قوي قوي، وقدروا يطلعوا نماذج نجاح وموجوده على السوشيال ميديا، موجوده في اماكنهم قبل السوشيال ميديا في المجتمع بتاعهم الضيق، ان دوت عمل مشروع ونجح فيه، وبعدين بدا ترويج كمان للمشروعات للمنتجات بتاعته اللي بيطلعها من خلال المشروع. وعندنا نماذج كتيره جدا من شباب قدر يحقق نماذج نجاح داخل الدوله، ويمكن بدانا من محافظه للتانيه بنطرح هذه النماذج، وبيتاخد الشباب نفسه بيعرض التجربه بتاعته في المحافظات الاخرى، وده يمكن من خلال وزاره الهجره مع التضامن مع الجهات الاخرى ومجهز المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. وفي ايضا خليني اتحدث برضو عن دور اللجنه الوطنيه التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. دي يمكن فيها كل المؤسسات وكل الوزارات وكل الجهات المعنية في الدولة المصرية بتعمل في تضافر تام لمكافحة هذه القضية، هو إيجاد أيضا فرص بديلة للهجرة سواء كان هجرة آمنة وأيضا فرص عمل لائقة للشباب اللي كان بيسافر بشكل غير شرعي في وقت من الأوقات. طيب بالنسبة للاتصالات اللي حدثت بين المسؤولين المصريين والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي بخصوص قضية الهجرة غير الشرعية، هل اقتصرت اللقاءات والمباحثات على المنع فقط، ان احنا هنمنع الهجرة غير الشرعية، ولا يعني لابد من ايجاد سبيل ما لحل هذه المشكلة، حل عملي على ارض الواقع؟ عموما استأذن حضرتك في الإجابة على هذا السؤال بعد ما ناخد هذا التليفون من سيدة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمجلس الوزراء. سيدة السفيرة مرحبا بك. اهلا بسيادتك. سيدة السفيرة، يعني الحلول العملية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كيف تريها حضرتك؟ ده موضوع طويل سيادتك، لكن على قد الوقت هرد باختصار شديد. الحلول العملية هي اللي احنا قمنا به في مصر، ان احنا انشأنا آلية تنسيقية اللي هي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر التابعة لمجلس الوزراء، اللي اليوم بتضم 29 وزارة وهيئة. فدي آلية مؤسسية بتتولى تنسيق بين الجهات الوطنية وأيضا تتعامل مع الجهات الإقليمية والدولية.
الحاجة الثانية ان يبقى عندنا قوانين رادعة في هذا الخصوص، وده اللي مصر قامت به، لان عندها قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية اللي هو اول قانون في منطقة الشرق الاوسط، قانون 82 ل 2016، وفي قانون اخر لمكافحة الاتجار في البشر. عندنا خطة عمل واستراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحتى الاستراتيجية الوطنية 2016-2026 دي استراتيجية وطنية، وعندنا خطط عمل لكل سنتين بنعملها، واحنا لسه ارسلنا كلجنة وطنية لدولة رئيس الوزراء خطة العمل الجديدة 2021-2023. كل دي منظومة متكاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. لو حضرتك مركز على الهجرة غير الشرعية النهاردة، وكده برضو نفس النظام بنعمله بالنسبة لمكافحة الإتجار في البشر. طيب كيف قرأت حضرتك تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحيفة ديفالت الألمانية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، والرئيس يعني طالب أوروبا في ضرورة المساهمة في إيجاد فرص العمل للشباب، وأيضا قال إن مصر لا تستخدم هذا الملف للابتزاز السياسي أو الاقتصادي، بالرغم من أن احنا عندنا حوالي 6 مليون لاجئ. 6 مليون أجنبي، أيوة يا فندم، احنا عندنا أكثر من 6 مليون أجنبي ما بين لاجئ وبين هجرة غير شرعية بالضبط كده. وكلام السيد الرئيس هو يتفق مع كل كلام سيادته في المحافل الوطنية والدولية، لأن مصر تقوم بما يعني تستطيع أن تقوم به كدولة عندها مكتظة بالسكان، ولكن بالرغم من ذلك بتعامل الأجانب وال المهاجرين على انهم ضيوف، وده كان تعبير السيد الرئيس اللي استخدمه في الصحيفه الالمانيه، واستخدمه ايضا في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ لو سيادتك تتذكر. احنا خطنا ورؤيه الرئيس واضحه ومتكامله، احنا دوله بتقوم بواجهتها تجاه الاجانب من رعايه صحيه حتى من التطعيم بنعمله 100 مليون صحه، برضو بنساعد الاجانب، و منظمة الصحة العالمية أشادت بجهودنا. فإحنا بنقوم بما نستطيع أن نقوم به. على الطرف الآخر بقى اللي هم الدول المتقدمة أن تقوم بواجبها بأنها تتيح إمكانية استقبال الأجانب بطريقة أفضل من كده، فرص عمل، هجرة مؤقتة، هجرة دوارة، فرص عمل، أو تقوم بمشروعات تنموية في الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، ولا سيما الدول الأفريقية اللي هي بيجي منها تدفقات كثيرة من الهجرة إلى الشط الآخر من البحر المتوسط وإلى أوروبا. يعني بالنسبة للدول الأوروبية، هل في مكافحتها للهجرة الشرعية هي تريد فقط المنع، أم أنها تريد معالجة الموضوع من الجذور؟ لا، للأسف الشديد احنا لغاية دلوقتي محاولاتهم لمعالجة الموضوع من الجذور يعني بطيئة ومحدودة. في بعض المحاولات، انا مش عايزكم تيجوا عندي ومليش دعوة بيكم، يعني بعض الدول الأوروبية بتقوم ببعض الأعمال لتدريبات، مساعدات فنية، منح، حاجات بسيطة جدا، لكن لا تتسق مع حجم المشكلة. لما يبقى عندي مشكلة أبقى عارف حجمها قد إيه وأتعامل معها بطريقة مناسبة. على قدر المشكلة يكون الحل، لكن الحلول البسيطة المؤقتة كده هو لا تنفع، لا تؤدي إلى الغرض ولا تؤدي إلى النتيجة المرجوة. فهنستمر في هذه المشكلة وهيستمروا يعانوا من هذه المشكلة، وإحنا أيضا بنعاني من الموضوع، لان احنا دوله مكتظه بالسكان. صحيح. فلا نستطيع ان يعني نستقبل اكثر من ذلك في حصار امكانياتنا، واحنا ما بنساومش وما بنقيدش بالناس الموجوده عندنا، وفي نفس الوقت ما بنحطهمش في مخيمات ولا بنقفل عليهم. طيب بالنسبه يا سيد سفيره لمكافحه الهجره غير الشرعيه في مصر، وبالنسبه للقوانين اللي حضرتك تفضلتي بالحديث عنها، هل هي تعاقب فقط السمسار الذي يقوم بتيسير وتسهيل عملية الهجرة، أن لها جانبا آخر معالجا لأسباب الموضوع؟ شوف سيادتك، احنا القانون ده هو عبارة عنصر ردع
للسمسار والطاقم، يعني لو يصح التعبير اللي بيتعاون معه، لان السمسار ما بيشتغلش لوحده، بيشتغل مع طاقم الناس بتقوم بايواء المهاجر المهرب، وناس بتحضر المراكب او بتحضر حاجات غير مشروعه كباسبورتات مش صحيحه، كاوراق غير سليمه. كل هذه العمليه على بعضها القانون بيقسمها وبيجرمها وبيضع عقوبات رادعه في هذا الشيء. وزي ما قلت لحضرتك، احنا الدوله الاولى في منطقه الشرق الاوسط اللي عملت مثل هذا القانون وقامت بتعريف الجريمه ووضع العقوبات لها. ولكن في نفس الوقت احنا بنعمل ايه للمصريين؟ احنا بنعمل حلول تنمويه، يعني ما حاجه زي بركه غليون اللي بتكفل 15,000 فرصه عمل، فده حل تنموي. صحيح. فهمني حضرتك، بصناعات بطريقه مباشره وغير مباشره بنكفل الايه؟ فرص العمل. طب سيد سفيرة، يعني بعيدا عن حديث اصحاب الياقات البيضاء، كيف تصلون الى قناعات الشباب اللي هو شايف ان الدنيا مقفوله قدامه؟ انا مش من الياقات البيضاء، انا من الناس اللي بتنزل. لا انا مش بتكلم على شخصك الكريم يا سيد سفيرة، انا بتكلم على مجتمع احيانا يهوى التنظير، فكيف تصلي الى قناعات الشباب البسيط جدا اللي هو عنده حاله ياس من الاخر؟ انا عن تجربه، لان بقولت لحضرتك احنا بننزل المحافظات، احنا عندنا خريطه عملناها من 3 سنوات وارسلناها لمجلس الوزراء وللمحافظين، للمحافظات الاكثر تصديرا للهجره غير الشرعيه، وعلى اساسها بنزور المحافظات والقرى والنجوع اللي فيها هجره غير شرعيه وفيها نسب عاليه، وبنقول للشباب ما بنكتفيش ان نقول لهم ان دي شيء سيء وممكن تموتوا وممكن يتم استغلالكم في اتجار في بشر وما الى ذلك، لكن بنقول ايه الحلول البديله، لان الشباب عايز يسمع بقى ايه الحل. الحل انك عندك جهاز بيحظى بكل دعم الدوله، جهاز تنميه المشروعات الصغيره متناهيه الصغر، اوكي، بيدي قروض بفوائد بسيطه، وبيدي ايضا المعلومه العلميه والفنيه اللي هي ما يسمى بدراسه الجدوى لصاحب المشروع بدون مقابل، وكل دي مشروعات ناجحه. واحنا لما بنسافر المحافظات بنجيب ناس اخذوا مثل هذه القروض ونجحوا، لان لازم يبقى عندك مثال قدام الشاب اقول له اهو ده من عندك من محافظتك من قريتك ونجح، اعمل زيه. تمام. قلده. أشكرك شكرا جزيلا سيدة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمجلس الوزراء، نورتينا يا فندم عبر الهاتف. برجع لحضرتك ضيفتي الكريمة والعزيزة دكتورة غادة حلمي. دكتورة غادة، يعني أنت في رسالتك البحثية التي قدمتيها ونلتي عليها درجة الدكتوراه، ما هي الحلول اللي حضرتك قدمتيها وتحبي المشاهد يتعرف عليها دلوقتي؟ والله هناك حلول كتير قوي لمكافحة هذه القضية، زي ما قلت في البداية لحضرتك ان هي فعلا قضية خطيرة جدا. هذه القضية لما نيجي نتحدث عن أثرها سواء كان الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو الصحية أو النفسية وما إلى آخره، تداعياتها كثيرة. الحلول يمكن أبسطها لحضرتك لأن الحلول قدمتها يمكن كتير قوي. الحلول هو إيجاد فرص عمل للشباب، لأن أنت حضرتك أنت عندك الفئة اللي يمكن بتسافر بشكل غير شرعي الشباب، وكانوا الأطفال في فترة من الفترات. الأطفال طبعا يمكن الأطفال غير مصحبين بذويهم، كنا بنعاني من هذه القضية في فترة من الفترات، ودي التوعية المباشرة يمكن أصبح الموضوع قل جدا. لكن خلينا في القطاع الكبير أو هو قطاع الشباب. الشباب هو محتاج إيه؟ أما بنيجي بنرجع للأسباب ونشوف التداعيات، هنقول إن أول حاجة هي البطالة، هو بيدور على فرص عمل لائقة. إذن فإيجاد فرص عمل بديلة ولائقة داخل بلدهم ده أمر هام جدا، وأنا شايفة بصراحة أن الدولة المصرية ماشية في هذا النهج. أيضا تيسير الهجرة الآمنة، فتح سبل وأطر للهجرة الآمنة لمن يريد، يعني عنده إصرار إن أنا عايز هو عايز يسافر. في ناس بتحلم بالسفر، هي عايز تسافر، هو بيقول لك أنا هتخرج من الجامعة أقضي الجيش بتاعي وأسافر، هو عاوز يسافر بأي شكل سواء كان آمنة أو غير آمنة. لا، أنا مش شايفة إن من ضمن الحلول المهمة جدا اللي إحنا محتاجين نتحدث فيها بقوة، ويمكن محتاجين الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر، هو فتح السبل والنوافذ دي السفر الآمن الشرعي في حالة وجود أن الشاب أصبح
مؤهل. تأهيل الشباب طبعا، وزي ما قلت حضرتك في البداية تأهيل الشباب ده مهم جدا. ويمكن سيادة سفيرة خلينا أعقب بس حاجة بسيطة، سيادة سفيرة اللجنة الوطنية التنسيقية حقيقة عاملة شغل هايل جدا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعلاقة الاثنين ببعض قد إيه، التنسيق ما بين آلية التنسيق ما بين الوزارات والجهات المعنية على أرض الواقع عمل شغل هايل. قدرنا نتحدث إن الدولة المصرية لديها هذه التجربة الرائدة. نرجع تاني للحلول والحل الأخير اللي هنتحدث عنه، هو المشروعات التنموية اللي احنا محتاجين يبقى فيه أكتر. الدولة المصرية لدينا شباب كتير قوي بيعاني من البطالة، عندنا 60% شباب، محتاجين مهم جدا نتكلم عن هذا الأمر وإيجاد فرص عمل لائقة لهؤلاء الشباب. محتاجين نتكلم عن حاجة أخيرة، هو دور الإعلام. دور الإعلام مش مقصود فيه برامج التلفزيونية والتوك شو فقط، احنا نتحدث عن الدراما. إن سيدة الموقف في الإعلام هي السوشيال ميديا وليس الراديو أو التلفزيون، هو مازال موجود طبعا الراديو والتلفزيون، لكن السوشيال ميديا طبعا. أنا عايز أقول في بعض الدول، يعني خلينا نتحدث عن المغرب على وجه التحديد، أن هناك بعض التجارب وبعض الرحلات بتتم عن خلال السوشيال ميديا. يعني بيقولوا أنت هتسافر وهتعمل كذا وكذا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. إذن فنحن أمام برضو قضية خطيرة، وهي قضية الإعلام. محتاجين التناول الإعلامي الصحيح لإظهار وإبراز تداعيات الهجرة غير الشرعية. محتاجين نتحدث عنه، مش يعني أنا شايفة أن دور الإعلام في هذا الأمر في البعض شال سلبي جدا، يعني بيبرز إن 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 سافر بشكل غير شرعي وقدر يحقق حاجة كويسة قوي وبيبقى ده البطل، ده السوبر هيرو. لا يا جماعه، احنا عايزين نبرز في الدراما بتحصل في الدراما طبعا، احنا محتاجين نغير الدراما شوية. الان تلعب دور يعني عليه ملاحظات كثيره طبعا، يعني يكاد يضر المجتمع المصري. لكن اذا ميل يا دكتوره، ويعني في عجاله لان تقريبا الوقت يتاكل، في حته الاتجار بالبشر، هل القصه مقتصره بس على الهجره غير الشرعيه؟ ماذا عن أسر في بعض قرى مصر تبيع بناتها مقابل جنيهات قليلة، يتزوجن من ناس في سن 60 و70 من الدول العربية والخليجية تحديدا، وتأتي بعد 3 أشهر أو أقل أو يزيد وهي تحمل جنينا وتحمل معها مشكلة كبرى؟ ماذا عن مكافحتكم لهذا الأمر اللي هو يعني يبكي فعلا؟ يمكن حضرتك تحدثت عن صورة خطيرة جدا من صور الاتجار البشر. صور الاتجار البشر كتير قوي، كل يوم كمان بتظهر لنا صورة جديدة، أهمها الاستغلال. في هذه الحالة اللي حضرتك تحدثت عنها، هو الفتاة الصغيرة اللي 14 سنة أهلها استغلوها يسننها. أيوة ده حقيقي، ومازال ما عندوش ضمير يكتب الكتاب. فنحن أمام كارثة كبيرة. يمكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحدث عن الإحصائية الأخيرة أن زواج القاصرات نسبة كبيرة، مش نسبة قليلة. عندنا فعلا بنعاني من هذا الأمر يعني داخل المجتمع المصري، ومحتاجين نتحدث عنه بشكل كبير قوي. طبعا الموقف، الحكومة المصرية في قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، هو القانون رقم 64 لسنة 2010، وهناك أيضا اللائحة التنفيذية الخاصة به. يمكن تحدث القانون عن صور الاتجار بالبشر على سبيل المثال وليس الحصر، ومن ضمنها زواج الأطفال. زواج الأطفال إحدى صور الاتجار بالبشر الخطيرة جدا، وطبعا هناك عقوبات رادعة للأب، لأن هو الولي، هو اللي بيكون بتزويج ابنته، الأب أو من ينوب عنه اللي هو الموجود بيقوم بتزويج بنته. السمسار اللي هو الوسيط المأذون اللي بيقوم بعملية التزويج، لأن بعض الحالات بيكون هناك تزويج والطبيب اللي بيسنن. الأطراف دي كلها قد إيه مهمة جدا. عايز أقول لحضرتك في حالة ضبط إن في فتاة تم تزويجها بهذا الشكل دون السن القانونية، دون 18 سنة، بيتم إبلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة، خط نجدة الطفل 16000، ده بيتم إيقاف هذه الزيجة في وقتها. يعني أنا من خلال حضرتك اسمح لي وإذن لي إن إحنا نقول لكافة السادة المشاهدين إن إحنا لدينا خط نجدة الطفل ده يا جماعة، عند إيجاد أي حالة أو الاشتباه في حالة زواج طفلة قاصرة أقل من 18 سنة، إحنا بنشوف 12 سنة و13 سنة بل أقل كمان، وضع مؤلم. خلينا نقول من الواجب المجتمعي إن إحنا نتصل بهذا الرقم تحديدا، وهو عنده الآلية اللي بيقوم بيحرك الموضوع وبيبدأ فعلا بإيقاف هذه الزيجة، ويرجعوا لو هي الفتاة أما تبلغ 18 سنة تحب ترجع برغبتها التامة. لكن هي دون 18 سنة طبعا آثار وتداعيات كتيرة، يعني حتى لو هي صحية خلفت ولا حاجة أو تحمل جنين، مفيش يا فندم، مفيش الجنين، الولد أو البنت أو الطفل أصلا في مشكلة، مفيش، مش تعرف تثبته.
مش هيبقى ليه شهاده ميلاد. حضرتك بتتكلم في قضايا كتير جدا يعني. في كان فيلم ترويجي كان بيتم عرضه خلال الفتره الماضيه وهيتم ان شاء الله عرضه الفتره القادمه ايضا، وهو المخاطر اللي يمكن بتتعرض ليها الفتيات في هذا السن، ان هي البنت انجبت والراجل سابها. بتحصل كتير، بتحصل كتير جدا يعني. دي حالات يمكن للاسف موجوده بشكل كتير قوي. هو سابها وسافر بلده. تمام. الطفل دوت هيروح فين؟ هذا الطفل بقى بنشوف مصيره بيبقى ايه. اهلها بيطردوها، الطفل ده هيبقى طفل شوارع في الاخر. انت اصبحت في قضيه ثانيه، الاتجار في هذا الطفل، الاتجار فيها هي شخصيا. واهلها للاسف عرضوا عليها او بيعرضوا عليها ان هي تتزوج مره اخرى وهي اقل من 18 سنه. اذا فامامنا لدينا قضايا كتير قوي من صور التجار بالبشر، ومن ضمنها هذه الحاله اللي يمكن بتبرز لينا. حقيقه انا سعيد جدا بلقاء مع حضرتك يا دكتوره غاده، ويعني كنت اتمنى اللقاء يطول، ولكن انت عارفه ان الوقت. جزيل الشكر يا فندم حضرتك. شكرا لحضرتك. دكتوره غاده حلمي خبيره قضايا الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر بالهيئه العامه للاستعلامات، نورتينا. الشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان، نلقاكم دائما على خير ان شاء الله، في امان الله.